خلينا نروح للموضوع الأكبر والأهم. قالوا أن شاعر أحمد أبو العز لا يستحق أن يكون الفائز بلقب شاعر العراقية. أي هذا مو جديد، سامحه هواي. أحمد أبو العز شارك بمحافظة الأنبار وتأهل على محافظته، زين هاي تمام. من فزت أنا أو ما فزت بمحافظة الأنبار، وبعدين صعد صاحبي اللي هو من ضمن محافظتي وتأهل لشاعر العراقية بالنهائيات وما فاز، إلي حق إنه أنا بأنه خسرت بمحافظتي أجي أطعن باللجنة؟ أنت ليش ما طعن؟ تعرفني من اللجنة، دافع عن نفسك. أدافع لك عن نفسي. أحمد أبو العز يستحق شاعر العراقية، مو من عندي. أكو لجنة، اللجنة اللي هي الأستاذ عريان السيد خلف، ما يختلفون عليه اثنين. نعم. حمزة الحلفي، أستاذ مامون، الدكتور ميمون، ميمون الخالدي، ومحمد رحيم الطائي. محمد رحيم الطائي كانوا يعرفون شو اختصاصه، ودكتور ميمون كان عنده الإلقاء والصوتيات. بقى الاختصاص اللي هو الأهم حمزة الحلفي وعريان السيد. شنو اختصاصهم؟ اختصاصهم إنه الشعر الشعبي اللي ما تقدر تتلاعب به شاء أم أبا الشاعر. أول ما نفتح عيوننا ونوصل للتلفزيون، بداياتك من وبين من تأثرت، نذكر حمزة. حلو. ونذكر عريان. حلو. ليش هسه صار عريان موزين؟ مع احترام العريان بعيدا عن البرنامج، هذه نقطة. النقطة الثانية والأهم أنه برنامج شاعر العراقية مصالحة وطنية، ما أكو إشكال، مصالحة وطنية. بما أنه أنت مشارك وما حب موضوع البرنامج وعدك طعن بالنتيجة وأنه أحمد أبو العز ما يستحق، أنت ليش كونك محب للشعر وابن محافظة وتمتد للشعر وعندك مدارس وعندك أسماء مهمة، أرفع دعوة على قناة العراقية وتطلع اللجنة وتجي تعتبر، بما أنه أنت محب للشعر ها، وأنت تريد توصل تقول أنه أكو طعن من باب الشعر مو باب أحمد أبو العز ومصالحة وطنية، وأنه هو أحمد أبو العز من محافظة الأنبار ما تملك أسماء شعرية مدارس، زين؟ بما أنه هو حسب رؤيته. ليش ما عندكم مدارس؟ ما عندنا، أنا أقول لك ما عندنا لأسباب، مو أسباب الشعر، أسباب المدارس اللي عندنا ما برزوا بالتلفزيون، ما حب يوصل للتلفزيون. أحمد الربيعي مدرسة؟ مدرسة بس مو بوقتنا هذا، بذاك وقت شاعر، بذاك الوقت محمد الربيعي، غني المرعي شاعر بذاك الوقت مو هسه. أنا هسه من أريد أنا أوصل لأي بقعة بالعراق تخص الشعر الشعبي، أريد من أجي أذكر له، وأي جيل ها، أي جيل من الشباب لحد السبعين، من أقول أنا فلان أحمد هندي شاعر ما يعر ما مو مهم عمره، يقولون قصايده واسمه واصلة، هذا اللي أريده أنا. هذا الموضوع إنه بذاك الوقت كان الإعلام ما مركز عليه، قصائد ما وصلت، وضعف بالمهرجانات بمحافظة الأنبار، ولا حد الآن اهتمام ماكو، مهرجانات ماكو، شلون راح أوصل القصيدة؟ هذه نقطة. النقطة الثانية الإعلام اللي هو إعلام بغداد حصراً بأكثر من 20 قناة فضائية. القناة العشرين فضائية تطلع لي وشوف لي أكو شاعر من الأنبار طلع عدا أحمد أبو العز أو أحمد هندي أو كم شاعر من محافظة الأنبار. أنت ليش تركز على أحمد أبو العز لأن وصل بالقوة؟ لا، أكو شعراء فرض نفسها بجمال قصائدها ادعيها، حتى من تجي هنا تجي بعد سنتين أو ثلاث سنوات من تجي تذكر قدام اسم فلان أقول لك أعرفه، بس هسه مال تسألني وتقول لي محمد الربيعي أو غني أو أستاذ أحمد العبيدي بالبصرة وأقول لك يعرفوا شيء، أكيد ما راح يعرفوا، لأن هسه الجيل يختلف عن ذاك الجيل. يعني أنت تستحق شاعر العراق؟ لا، هو أنا استحق شائم أم أبو، وهذا الجيل هذه الفترة إذا ما ذكروها الجيل الثاني لازم يذكره، والعدة شيء يقدر يستجوب الشاعر عليها السيد خلف ويقدر يطعم بالنتيجة. هذه نقطة. النقطة الأهم أن محافظة الأنبار بيها شعر أو بيها شعراء، بس ركز الإعلام عليها وتبين. حلو. خلينا ما يعني ما جرى خلف الكواليس بشعر العراقية. اللجنة أربعة صوتوا لك بالإجماع؟ لا، حمد رحيم الطائي ما كان ما موافق بالموضوع. السبب هو ممكن هو عنده رأي، بس مو معناته أنه أنا ضجت أو لا. ها شو بقى، أنت من دخلت ببرنامج وأكو مسابقة بكل البرامج العالمية، ما كان بها مجاملة المسابقة؟ من يا ناحية؟ مو إلك، مو كأحمد أبو من يا أي، لا أكيد كان بها مجاملة، بس وين؟
احد جامل احد من اللجنه، احد جامل احد من الشعراء. يعني شلون يعني انت تريد اقول لك خلف الكواليس؟